وانت شاب ما كنت تحب الطبخ وانت صغير حتى وسنة 1994 وبسبب نتيجتك المتدنية في المدرسة حطوك للأسف في مدرسة فندق تعلم الطبخ. كانت أيامها طبعا هي أول مدرسة في سوريا وفي حلب بعتقد، وانت دخلت في هذا العالم على أساس أنه نتيجته ما كان شاطر الشيف بالمدرسة، كنت كسلان كيف أنه بتخرب مجال. كانت أيامها مش منيح اللي ما كنت شاطر على هيك بالمدرسة. أنت جاي فضايح مش معلومات ليس، يعني منين جاي وين هدول المعلومات؟ صار وفضائح. لحظة بعدين شافوا أنت صغير ما كنت تحب الأكل لدرجة تخيلوا أنه أهله كانوا يجبروه يأكل. هذا بنحكي على شيف اليوم. وبعدين كان حلمك تزور فرنسا، وعندما زرت فرنسا اكتشفت أنه هذا الأكل ما بعني لك، أنت هذا لا تنتمي لهذه الثقافة في الأكل الفرنسي، مع أنه من أكبر أو أشهر الأطعمة الموائد أو الوجبات أو الطهي في العالم هو في شيء غيره كمان فضائح.